أمل جديد للمصابين بسرطان الدم، حيث قادت صدفة بحثية إلى اكتشاف علاج يقضي على سرطان الدم، وتأمل شركات دواء كبرى بطرح العلاج في عام 2017. التفاصيل مع الزميلة منى عواد. تتسابق كبرى شركات الدواء إلى إطلاق ما يمكن أن يصبح أكثر العلاجات فعالية للوكيميا وأنواع سرطان الدم الأخرى، والمعضلة التي تواجه تلك الشركات هي كيف تجعل هذا العلاج متاحا على نطاق واسع وتكون كلفته متناسبة مع ما يحققه من فائدة. وتقوم فكرة فريق البحث الذي عمل على التوصل إلى العلاج الجديد على إيجاد طريقة يمكن من خلالها تسليح الخلايا بحيث تكون قادرة على قتل الخلايا المسرطنة الأخرى. ويعرف العلاج الجديد باسم خلايا كارتي، ويقوم على استخراج خلايا تي أو التائية من الجهاز المناعي للمريض وإدخال تعديل عليها لتعزيز قدرتها على رصد الخلايا وقتلها ثم حقنها في المريض مرة أخرى. وفي مرحلة مبكرة من التجارب الأولية تمكن العلاج من القضاء على اللوكيميا والليمفوما فيما تراوح بين 40 و90% من المرضى الذين لم تكن لديهم أي خيارات أخرى. اكتشاف العلاج المحتمل كان من قبيل الصدفة، إذ كان فريق البحث يعمل أساساً على إنتاج علاج للتعامل مع خلايا مناعية معينة، حينما اكتشف تأثير غير متوقع للأجسام المضادة التي يمكن تطويرها في الخلايا النخاعية التي عادة ما يستهدفها المرض. ويتوقع خبراء الصناعة أن يصل علاج خلايا كارتي إلى الأسواق سنة 2017 وأن يصل ثمنه إلى 450,000 دولار إذا جاءت النتائج جيدة في تجارب على نطاق أوسع. هذه التكلفة هي لعلاج يؤخذ مرة واحدة وبعدها تختفي آثار السرطان ولا يحتاج المريض إلى العلاج مرة أخرى. عبر سكايب مباشرة من بيروت معنا الدكتور فادي نصر، استشاري أورام سرطانية ورئيس الجمعية اللبنانية للتورم الخبيث. دكتور فادي مساء الخير، أهلا بك معنا. بحسب اطلاعك على هذا الاكتشاف أو هذه الصدفة البحثية، هل يمكن أن يكون هذا الاكتشاف هو أمل محقق للمصابين بسرطان الدم؟ يعني نعرف أنه هذا أمل محقق، وبلشنا نبعث مرضى ونستعمله. ونحن بالمؤسسة عندنا هلا جيس اتيود، يعني دراسة على الموضوع، ورح نبلش بهالموضوع. لازم نعرف انه اكثرية يعني شو هو العلاج؟ العلاج بناخذ من نحن جسمنا خلايا هي اللي بتحمينا، بنسميه الليمفوسيت تي، يعني هالليمفوسيت تي اللي بتحمينا هي تهجم على الخلايا السرطانية وتقتلها. اكثرية الاوقات بنستعملها باللوكيمياز، واكثر لوكيمياز هي اللوكيمياز بنسميها الليمفاوية، وهي عليها سيدي 19. السيدي 19 بناخذ الخلايا من جسمنا، والخلايا من جسمنا بنعلمها بفيروس، وهالفيروس بصير يقدر يفوت على هالخليه، وهالخليه بصير تقتل هالسيدي 19، وبنرجع نعمل هالخليه من خليه تفوت بجديد من جسمنا، بتتكاثر بجسمنا وبتروح بتاكل هالخلايا السرطانيه اللي هي اللوكيميا. لحد هلا في دراسه نزلت، وهالدراسه على 30 مريض 27 تجاوبوا كانوا كثير منيح، لكن احنا مش عم نحكي باشياء مش معقوله، هالاشياء صايره على الارض. بيبقى المشكله الكبيره مثل ما حكيتوا هو كلفه هالعلاج، هالعلاج كلفته بعدها كثير عاليه حتى نقدر نستعمله على كل هالمرضى. طيب العلاج، وان غدينا النظر الى حد الان عن الموضوع الكلفه، تواجد او توفر هذا العلاج يعني في الدول العربية أو في العالم بصفة عامة، الخبر يقول بأنه في 2017 سيتم طرحه، لكن من هنا يعني لمدة عامين، هل يمكن أن يتوفر بشكل ربما أسرع لكي يكون ربما أمل بالنسبة للمصابين الذين يتابعون الآن، أو الأشخاص الذين لديهم أفراد مصابون بسرطان الدم؟ الحقيقة العلاج عم بيصير فيه دراسات بأمريكا وبالدول الأوروبية، وفي إذا بدنا نقدر نبعث مرضى داخل الدراسات، وهيدي فينا نعملها. ومثل ما حكيت قبل شوي عم نجرب نجيب هالدراسات على بلادنا هون، وان شاء الله نقدر نعمل هالدراسات كمان بالدول العربيه. بس اذا عندنا مريض فينا نبعث هالمريض، اذا عنده لوكيميا حاده فينا ونوع ليمفوبلاستيك، فينا نبعث هالمريض وهو راجع المرض، هيدا المهم، راجع المرض عنده، لان احنا بنعرف هالانواع اللوكيميا فيها تصح بالعلاجات الحاليه
تقريبا 18 ل 18 ل 20%، وهيدا شيء كثير مهم عند هالناس.